السلام عليكم الزفلة ونسمح في ثلاغ في اليوم بزاف السوتر الجامل الوحيد تعليق صحيت أكم شكرا غمني في تعليق نوان إخلاف. مرحبا بكم خوتنا، مرحبا بكم اللي زورنا في قناتكم الرياضية والإخبارية وشي أسك أخبار تيفي، القناة التي تأتيكم دائما بالحصري وكل ما هو جديد على شبيبة القبائل وأخبار الشي أسك. فقط لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب جام لايك وشارك في القناة كي يصلكم كل ما هو جديد بإذن الله. كما راكم تشوفوا خوتنا خبر مفرح جدا، يعني لاعب بن يوسف سيمضي في شبيبة القبائل، ولا نقدر نقوله يمضي لموسمين ويعود يعني رسميا الى بيت الكناري. بن يوسف خوتنا لاعب سابق لشبيبة القبائل وراه مضى باذن الله، يعني خبر رسمي وحصري، ما راه مضى لموسمين ويعود يعني رسميا لبيت الكناري وبيت شبيبة القبائل، وسيقدم هو الاخر يعني يوم غد بربي ان شاء الله. بربي ان شاء الله راح يتقدم يوم غد ان شاء الله، وراح يدير التسريحات تاعو وكل شيء. نتمنى ان شاء الله يكون فيه الخير على شبيبة القبائل، ومرحبا به. والله لاعب يعني يحب الفريق، يحب شبيبة القبائل جدا، ويشمخ التريكو خاوتنا كي يلعب، راه يلعب صح كيما حنا نقولوا، يمد واش عنده بالامكانيات، وراح يمد ان شاء الله اضافه لشبيبة القبائل. وما كانش اللي ما يعرفش بن يوسف خاوتنا عنده تاريخ مع شبيبة القبائل، وجوار كيما حنا نقولوا لاعب في المستوى، وراح يفيدها بربي ان شاء الله. نتمنوا فقط التوفيق لشباب القبائل خاوتنا، لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاعجاب جام لايك وشارك في القناة كي يصلكم كل ما هو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة